بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Our objective in this video is to switch to the practice and convert the town features to numerical columns. The main objective in this video is to use one hot encoding. Recall that we learned in the previous video how to use one hot encoding. There are two ways to convert textual features. The first use DME variables, and the second use one hot encoding class in scikit-learn. بالعربي أحبائي الكرام، سننتقل إلى الشق التطبيقي بعدما شرحنا كيف استعمال هذا الصنف one hot encoding. ودائما نريد تحويل المعطيات النصية. هناك المعطيات features x1 and x2 and the output input variable, the target variable y is the price. هدفنا هو تحويل مثلا، هدفنا هو توقع ثمن الشقق انطلاقا من المساحة الشقة ثم المدينة التي توجد بها هذه الشقة في إطار الذكاء الاصطناعي أو ماشين ليرنينج. سندخل إلى الحاسوب مجموعة من المعطيات ونعلمه ثم نطرح له أسئلة وسيجيب تلقائيا على ويتوقع ثمن الشقق، أي شقة في أي مدينة بأي مساحة. كنا شرحنا ذلك في الفيديو السابق أحبائي الكرام. إذا سننتقل إلى بايشارم وسننتقل إلى هذا البرنامج المكتوب إن شاء الله. إذا أول خطوة أحبائي الكرام هي جلب المعطيات الموجودة في الملف CSV، وبالتالي سنستدعي import سنستدعي المكتبية pandas import pandas as pmd. لاحظ pandas مكتبية تتعامل مع تحليل المعطيات. إذا سنجلب الملف، إذا data frame equal pandas المكتبية pandas dot read csv file. إذا read csv file read csv file، وسنعطيه اسم الملف. إذا لاحظ أحبائي الكرام اسم الملف، لا لاحظ الملف اسمه price apartments. إذا سنمرر له اسم الملف، وبالتالي price apartments area town. إذا لنتأكد من صحة المعطيات data frame سنقوم إن شاء الله بالتطبيق. للتطبيق إذا سأسحب هذا الكود، وبالتالي سأقوم بالتأكد من أننا قمنا بتحميل جميع المعطيات. نعم، حملنا جميع المعطيات من الملف. إذا سننتقل إن شاء الله إلى الشق الثاني. أول شيء أحبائي الكرام هو جلب label encoder. label encoder هذا الكلاس يمكننا من تغيير المعطيات النصية إلى أعداد. إذا مدينة فاس سنعطيها مثلا صفر، ثم الدار البيضاء واحد، ثم الرباط اثنان، ثم الفقيد أنصاري ثلاثة، وهذا ما سنراه إن شاء الله. from scikit-learn preprocessing سنقوم بالمناداة على هذا الكلاس، وبالتالي سنستعمل from scikit-learn dot preprocessing. سنجلب import الصنف أو الكلاس label encoder. لاحظ label encoder. إذا سنخلق كائن، سنخلق إن شاء الله كائن. سنخلق هذا الكائن. إذا سننادي على أحد الكونستركتورات، إذا ليبل كونستركتور الاعتيادي، ثم سنقوم بخلق داتا فريم جديدة، داتا فريم ليبل أونكودين تساوي القديمة داتا فريم. لاحظ أحبائي الكرام، سنقوم بتحويل تاون أو المدينة. إذا اف ال او ماذا؟ إذا كما قلنا تساوي، لاحظ تساوي هذا الكائن label encoding dot fit transform. إذا
سنمرر له إن شاء الله داتا فريم واحد داتا فريم LE دوت تاون واحد تاون كما شرحنا في الفيديو السابق. إذا داتا فريم نعم، إذا سنذهب إلى هنا وسنقوم بنشر إن شاء الله لتتأكدوا برانس بين قوسين FDLE الشكل الجديد لداتا فريم تصبح عندنا أرقام. إذا لاحظ أصبحت عندنا أرقام نعم، عوض أسماء المدن أصبحت عندنا أرقام. إذا قام بإعطاء إذا دوت، إذا سنغير فقط دوت تاون واحد، فقط سنغير هذا. إذا كما شرحنا ذلك في الشرح النظري، إذا سنقوم بالتطبيق. نلاحظ أحبائي الكرام تاون أصبحت عندنا اثنان، مدينة فاس اثنان اثنان اثنان، أعطى مدينة الدار البيضاء صفر، ثم أعطى لمدينة فقيد أنصاره واحد. إذا لاحظ، إذا الحمد لله قمنا بتحويل تاون المدينة إلى مجموعة الأرقام. إذا هنا سننتقل إلى الشق الآخر باستعمال. إذا لاحظ أحبائي الكرام سنقوم باستخراج X and Y features and target variable، وبالتالي سنذهب إلى بايشار خلق X الجديد. لاحظ X ماذا يساوي؟ يساوي data frame LE ولا بين قوسين بين قوسين، ثم features الأول، ثم إن شاء الله features الثاني features الأول ثم features الثاني. الفيتشرز الأول كان اسمه تاون أحبائي الكرام، تاون، والثاني area المساحة، مساحة area أحبائي. ثم هنا dot value، نلاحظ يمكننا أن نكتب dot values نعم، سنتأكد من أما y يساوي f data frame dot price. price، ولنتأكد من المعطيات سنستعمل إن شاء الله برانت بين قوسين، ثم هنا سنمرر له x، سننشر x لنتأكد من الفيتشرز لأننا نريد أن ننشئ موديل لينيرايزيشن، ثم برانت لنتأكد من المغادرة. إذا أحبائي الكرام إيكغيك، إذا سنقوم بالتطبيق. يا بسم الله على بركة الله، إذا لاحظ أصبحت عندنا هناك إكس عبارة عن مصفوفة من المعطيات نعم، ثم إيكغيك أصبحت عندنا إن شاء الله البرايس يساوي البرايس. وبالتالي سننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي كيفية خلق هذا الكائن. إذن أحبائي سنمر إلى فروم سايكيتلين import one hot encoder، إذن سنجلب هذه المكسبية. إذن لدي كود مبرمج، وبالتالي سأذهب هنا إذن قبل هذا سأقوم بجلب، لاحظ فروم سايكيتلين إذا هنا from scikit-learn سسمح dot preprocessing، سأجلب import one، لاحظ one hot encoder الحمد لله. إذا سأقوم هنا بخلق كائن. إذا سيقول لي بأن import scikit-learn compose column transform، سأجلب هذه المكتبية هنا. إذا الحمد لله أعانني PyCharm لجلب الباكيج الذي يوجد فيه هذا الكلاس. إذا هنا سنحتفظ، نقول له كما لو قلنا له المرجو أن تقوم بتحويل x الى مصفوفه،
إلى إكس إلى مصفوف، إذن سنقوم بنشر إكس لنتأكد من ذلك. فيتس ترانسفورم إكس، إذن برانس إكس واحد، إذن أو يجب تحويلها إلى array. نعم، إذن أصبحت عندنا الحمد لله مصفوفة. إذن هذه المصفوفة هي مصفوفة جيدة جدا، لأننا كم لدينا من المتغيرات؟ لدينا فاس واحد، الدار البيضاء اثنان، ثم الرباط، ثم مدينة الرباط، وبالتالي هناك واحد اثنان ثلاثة. إذا سنحتفظ فقط باثنان، إذا سنقوم بمحو نقوم بمحو لاحظ، سأعيد برانس، إذا لاحظ إكس ترانسفورم إكس، نقول له إذا سنقوم بإعادة التطبيق لتروا شكل الإكس. إذا شكل الإكس ما دام لدينا هنا ثلاث لاحظ صفر، يعني هنا لاحظ سأقوم بلاحظ ما دام عندنا ثلاث مدن، يعني دي يعني سيكون عندي ثلاث فيتشرز، ولكن سأحتاج فقط اثنين كما شرحنا ذلك في المتغيرات الوهمية، لأننا عندما نريد أن ننادي على المدينة الثالثة سنكتب صفر صفر أحبائي الكرام. وبالتالي هنا يمكنني أن أسحب العمود رقم واحد، وبالتالي لاحظ أن عندي مدينة مثلا ستصبح عندي ثلاث متغيرات فقط. إذا أردت أن أنادي على مدينة فاس سأكتب صفر صفر صفر، أما إذا أردت مثلا صفر صفر يعني مدينة الرباط، أما واحد صفر فهي مدينة فاس، أما صفر واحد فهي مدينة الدار البيضاء كما شرحنا ذلك في ديميز فاريابلز أو المتغيرات الوهمية. وبالتالي هنا أحبائي سأقوم بمحو إكس، إذا سأقوم بمحو العمود رقم واحد، وبالتالي هنا سأقول له إنه إكس بين قوسين بين قوسين جميع الأسطر فاصلة بداية من النموذج واحد، بداية من الكولومز رقم واحد. سنسحب الكولومز رقم وصفر لأننا نبتدئ العد دائما من صفر. يعني ماذا تعني نقطتين جميع الأسطر؟ أما واحد نقطتين يعني جميع الأعمدة انطلاقا من العمود رقم واحد. وبالتالي إن شاء الله سنقوم بنشر برانس، لاحظ برانس إكس، then run. نعم، الحمد لله أصبحت عندي إكس جميلة جدا. إذا يمكنني الآن أن أذهب وأخلق النموذج. إذا يا بسم الله على بركة الله، سأذهب لكي لا أضيع لكم الوقت ما دام شرحنا مرارا وتكرارا لينيريشن سايكل ليرن. سأقوم بفروم سايكل ليرن موديل لينيريش أنشئ نموذج لينيريشن. إذا أحبائي تست كودينج كنترول في، إذا خلقت إكس، خلقت إيكغراك، خلقت النموذج. الآن سأقوم بتدريب النموذج. تدريب النموذج سيكون باستعمال موديل دوت فيت بين قوسين متغير إكس فاصلة متغير إيكغراك. الآن يمكن أن أقوم ببعض التوقعات. يا بسم الله على بركة الله، برنت ريدكت موديل، تسمح هنا سأنادي على الكائن موديل دوت، وسأستعمل كلمة دوت بريدكت بين قوسين بريدكت بين قوسين، وسأمرر له مثلا، سأذهب إلى
المدينة مثلا، لاحظ يعني برانت مدينة مثلا صفر، أصبح سيندانا مدينة صفر صفر. مدينة صفر صفر هي مدينة الرباط، وبالتالي سأذهب إلى الملف. فوالا برايس كار نو، إذا هنا برايس أبارتمنت. سأذهب إلى الرباط وسأعطيه مثلا 60، يعني صفر صفر، يعني الرباط سأعطيه صفر صفر ثم 60. إذا سأذهب هنا إلى تاس فوالا، ثم هنا سأعطيه، سأمهل له صفر فاصلة صفر فاصلة اسمح فاصلة 60. نعم برايفكس اكس، سنقوم بالتطبيق. كان هناك إشكال، صفر صفر سيتو. إذا لاحظ أحبائي الكرام، كان هناك خطأ في تمرير المعطيات. إذا لننشر إكس مع أرقام المدن، إذا كانت عندي مجموعة من المدن، فاس فاس فاس، الدار البيضاء، الرباط، لقد أعطى فاس مدينة رقم 2، ثم الدار البيضاء صفر، ثم رابع 1. إذا لننشر مثلا قيم إكس باستعمال الأرقام، ثم استعملنا وان هوت انكودر لتحويل هذه الأرقام إلى مصفوف، إلى ديمي فاريابلز مع صفر وواحد. إذا هنا نشرنا إكس، هنا نشرنا إكس الأخيرة، سنقول له توقع، سنمرر له 3 معطيات. وبالتالي إذا قمنا بالتطبيق سنجد الشكل التالي أحبائي. لاحظ إكس مع الأرقام 2 2 2 2، يعني فاس أعطاها 2، ثم الدار البيضاء 0 0 0 1، ثم الرباط 1. لاحظ يعني هنا إكس الأخرى، لاحظ إذا قمنا بالبرنامج إكس عندما استعملنا وان هوت أنكودر، عندما ونشرنا وقلنا له انشر اكس بدون ارقام طاون، لاحظ النتيجه كيف كانت. إذا النتيجه كيف قام بتحويل الاشياء، قام بتحويل 0 0 1، فاس هي 0 0 1، لان رقم فاس كان هو 2، وبالتالي سيكون العمود 0 العمود 1 ثم العمود 2. اذا كانه وضع الشكل التالي، كانه وضع الشكل التالي.